مرحبا منير عجم، بما أنه ذكرنا بفيديو سابق اللي سجلناه من شوي عن كونسبت البروفيت سنتر والكوست سنتر، شو المقصود فيهم؟ عادة كثير منظمات اليوم بالعالم عم بتراسس مكاتب لإدارة مشاريع، كانت مؤسسة حكومية ولا خاصة، وهودي بيكونوا كوست سنتر. يعني شو المقصود بكلمة كوست سنتر؟ بالطبع أنه عندنا نحن هذا الدائرة ولا القسم ولا البي ام او، في لهم مصرين، في لهم كلفة، في لهم مكاتب، لهم تجهيزات، في معاشات، في تأمين، في هالأمور كلها اللي كلفة الموظف والمكاتب تقدر هالموظف يقوم بشغله. هذه كلها بتدخل من ضمن الميزانية السنوية للمكتب وللمؤسسة اللي احنا عم نشتغل فيها كاوست سنتر، لأنه هذه كلفة على المؤسسة بتدخل من ضمن الإكسبنسز تبع الشركة، أما الهيئة الحكومية ولا الوزارة. وهذا شيء طبيعي، هذا الشيء اللي بيعتمد ممكن كمان مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق على الكونسبت انه عندنا الاني والبادجيتنج والاني والاكاونتنج بالمؤسسات، اللي هي ان كل مؤسسه عاده بتحط ميزانيتها السنويه وعلى اساسها بتحدد عدد، بناء على حاجاتها بتحدد عدد الموظفين وكلفه الموظفين وهالامور من هالنوع. هلا في كتير كونسبت بيطرح من فتره لفتره، هذا الشيء انا وقت كنت اشتغل من تقريبا 20 30 سنه بأمريكا، مثلا شركة كنت اشتغل فيها كشركة بالقطاع النفطي، نحن البروجكت مانجمنت ديبارتمنت كنا نعتبر بروفيت سنتر. طيب شو هو البروفيت سنتر؟ البروفيت سنتر هو كمان ديبارتمنت، بروجكت مانجمنت ديبارتمنت، بتكون هي عم تحدد كمان انه بناء على المشاريع اللي عم تقوم فيها المؤسسة كم موظف نحن حسب اختصاصاتهم، كم كوست انجينير بدنا، كم بلانر، كم استيميتر، كم بروجكت مانجر. وبالطبع هودي الاشخاص مفترض يكونوا عم بيشتغلوا على projects. طب إذا موجودين هلأ بطبع ممكن يكون في عندنا نواة من الموظفين يكونوا مثل بـ headquarter office، لأن شغلتهم تطوير الميثودولوجيز والداتابيز واللسنز ليرند وهالأمور هودي، بس حتى هودي لهم كلفة كمان. بس مفترض هودي كلفتهم هن شغلهم وعملهم هو بفيد المشاريع، معناتها كمان كلفتهم لازم تتحول إلى طريقة ما إلى المشاريع. هون بعض الشركات شو بتشتغل، خاصة شفناها بالقطاع الخاص أكيد، إنه نحن بنقول نحن بدنا البروجكت مانجمنت ديبارتمنت يكونوا بروفيت سنتر، معناتها على كل مشروع عم ننفذه نحن بدنا نعين أشخاص يشتغلوا عليه. ممكن يكون عندنا استيميتر، بلانر، سكيدجولر، كوست كنترول، بروجكت مانجر، كونستراكشن مانجر، انجينير مانجر، اللي هي هودي الأشخاص اللي عم يشتغلوا على المشروع مباشرة، يعني عندهم دايركت تشارج. هلا اللي كانوا بارت تايم ولا فول تايم لازم ماتر، عاده كلفتهم بتتشرج للمشروع، يعني كانه بتكون البروجكت مانجمنت ديبارتمنت هون بتكون كانه هي ان اكسترنال كونتراكتور. بتقول انا اليوم انا بناء على كلفتي انا بدي شرج، تنقول المهندس $100 بالساعه اما بالنهار اما $20,000 بالشهر. هاي الكلفه اي مشروع بده يشتغل عليه المهندس ولا المدير ولا الكوست بغض اي وظيفة محددة له كلفة، هالكلفة بتتشرج على المشروع. يعني شو بصير هون؟ لانه كل مشروع من accounting wise بيكون له حساب خاص، ساعتها بنقل الشركة بتنقل محساب المشروع بتدفع للproject management department مثل ما انه كأنه external party، كأنه contractor. هاي للأشخاص اللي عم بيشتغلوا مباشرة، للأشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا مباشرة على المشاريع، يعني شخص هذا مكلف يدير مشروع ولا يشتغل على مشروع محدد. طيب وقلنا في عندنا نحن جزء اللي هو اللي بيكون أكتر سيبورت، اللي هو ما بيكون مسؤول على الميثودولوجيز والداتا بيزز وهالمعلومات هيدي، هاو كيف؟ طيب هودي بنحسب كلفتهم كمان بالسنوية، وتنقول كلفتهم اكس، وعندنا نحن مشاريع كل سنة عم ننفذ تقريبا on average كمعدل عم ننفذ مشاريع بقيمة واي. اوكي، يعني اكيد الواي لازم تكون بملايين ولا مئات ملايين ولا مليارات الدولارات، والاكس لازم يكون رقم كتير صغير. هون عادة شو المؤسسات بتعمل، انه ممكن تطلع على انه انا كلفة الاوفرهيد تبعيني اللي هني السبورت الكوربريت اوفرهيد ولا السبورت من البروجكت مانجمنت اللي هني ما عم بيشتغلوا على مشاريع مباشرة، شو كلفته من قيمة المشاريع مشتغل عليها؟ يمكن يطلع 1% اما 0.5%. صار بصير في متشرج كل مشروع كمان، يعني غير الكلفة المباشرة بيصير في كمان تشريج على المشروع، انه انا بدي 0.5% ولا 1% ولا 2% for the corporate and organizational overhead اللي هي عم بتعمل support للمشاريع كلها
وبإدارة المشاريع. هذا هون بصير عندنا نحن البروجكت مانجمنت ديبارتمنت، بصير بروفيت سنتر، يعني بصير هي عندها شغلتها تقدم خدمات لمشاريع بناء لمدخول، يعني لازم تطلع مدخول عندها ريفينيو، وبالطبع في عندها كلفة هي بتدفع معاشات للموظفين تبعها وكلفة مكاتبها، وهالأمور بتنحسب عليها كدائرة. وبالطبع هون أهمية البروفيت سنتر، يعني هذا هو كفكرة، يعني شرحنا هلا نحن الكوست سنتر والبروفيت سنتر بصورة سريعة كثير، أنا ميني خبير اقتصادي ولا خبير فاينانشال، بس بصورة مبسطة عملية هذا هو الفرق بين البروفيت سنتر والكوست سنتر. هلا بالطبع نحن احيانا بنطرح لما بنقترح انه اذا بدنا نطور اداره المشاريع ونعتبره كعمل مستقل، نحن بحاجه كمؤسسات انه نبلش على الاقل نفكر بموضوع البروفيت سنتر حتى بالمؤسسات الحكوميه. ليه؟ لانه موضوع البروفيت سنتر بصير كل مكتب، اما كل اداره لاداره المشاريع هي مسؤوله عن تكون افيشنت، تشتغل بطريقه افيشنت، يكون لانه بالطبع يعني هون فينا تيجي تقول اذا انا بده يكلفني تنقول انا بدي اشتغل على مشروع، الشركه بدها تشتغل على مشروع، اما قسم بده يشتغل على مشروع تنقول بوزاره بناء مدرسه، بدي بحاجه لفريق يدير هالمشروع، اذا انا الشركه المؤسسه تبعين الوزاره البروفيت سنتر البروفيت البروجكت مانجمنت ديبارتمنت اللي هي بروفيت سنتر حتكلفني تنقول اكثر من 4% ولا 5% تقدر تدير هالمشروع، بينما انا اقدر اجيب حدا من برا ب 3%، معناتها نحن كبروفيت سنتر داخل الوزاره ما عم نكون افيشنت. هون مشان هيك ضروري يكون في موضوع الافيشنسي والبروسس، لما بصير في بروفيت سنتر بصير على الاقل نحن لازم نجرب نقدم الخدمات اكيد باعلى جوده ممكن، باعلى وبطريقه علميه واضحه بناء لمنهجيات ونظام العمل المعتمد داخل المؤسسات الخاصه ولا الحكوميه، وبالطبع لازم يكون بكلفه اقل ما اني اروح اجيب اوت سورس انا تدير لي مشاريعي. وهلا بالطبع لما بكون احنا عم نستخدم جميع موظفين من داخل المؤسسه ومكاتب من داخل المؤسسه، متوقع انه الجوده حتكون اعلى. ليه؟ لانه عندنا نحن الاشخاص هذه بتفهم البروسيجر والبوليسي والجايد لاين تبع المؤسسه، معناتها وكمان هون فينا نلغي الميدل مان، يعني عاده اليوم كثير مشاريع اليوم كانت حكوميه ولا خاصه كبيره عم بتجيب شيء اسمه يا اما جنرال كونتراكتور يا اما بي ام سي بروجكت مانجمنت كونسلتنت يديروا المشاريع عنا، يعني هون بيكونوا موظفين الدائره الحكوميه هن عم يشتغلوا ككلاينت ريب مش كبروجكت مانجمنت تيم. يمكن هذا موضوع اللي كمان بحاجه لفيديو لحاله اللي هو موضوع الكلاينت ريب فيرسز، يعني اما يعني نكون احنا دورنا بالمؤسسات المالكين المشروع، نكون دورنا اكثر كبي ام سي كونسلتنت سوري ككلاينت ريب ولا كترو بروجكت مانجمنت تيم. اوكي بالطبع اذا بدنا نعتمد، اذا ما عندنا نحن الكوادر والكفاءات داخل المؤسسات عم نضطر نعمل اوت سورسينج. هذا الموضوع بحاجه لفيديو مستقل نبقى نحكي فيه على رواق، بينما هلا نرجع نركز على موضوع الكوست سنتر للبروفيت سنتر. مثل ما قلنا يفضل ببعض الاماكن يكون في موضوع كلمه البروفيت سنتر، لانه البروفيت سنتر بتجرب تساهم بتعزيز الشفافية والكفاءة للاختصاصيين بإدارة المشاريع مع كلفة أقل لإدارة المشاريع. بعتقد الفكرة واضحة، فينا نقول شكرا وإلى اللقاء.